والبي سي اللي كانت 25 دولار ولات 5 دولار في الاستيراد ودولار ونص 2 دولار ودمي في الصناعه المحليه. يعني يخلي نورمال المخابر تهبط يعني وتخلي يعني المواطنين وكاين بعض المخابر يعني هبطوا يعني البي سي ار من 18000 دينار الى 9000 دينار. وان شاء الله يعني الحكومه زاد تاخذ اجراءات في هذا الميدان يتعلق بها يعني الحكومه في الايام القليله القادمه. الانتشار المتسارع لفيروس كورونا وارتفاع الإصابات بشكل لافت، إضافة إلى ضرورة لجوء المشتبه في إصابته حامل الأعراض إلى تحليل البي سي آر لتأكيد الإصابة والخضوع للعلاج، يستنزف جيوب الجزائريين نظرا لمحدودية إمكانياتهم المادية وتراجعها مع تأثر مداخلهم وعائداتهم. الأولي هو التست أنتيجينيك، وكان فئة من المرضى اللي يخرج التست أنتيجينيك نيجاتيف نوجهوهم للبي سي آر. البي سي آر تقنية حديثة وتقنية معقدة شوية، تلجأ لآلات الاستثمار في آلات البي سي آر ما بين 9 ملايين، يتراوح ما بين 9 و 10 ملايين دينار جزائري، كاين انفستيسمون تاع اللابوراتوار، وأسعار الكواشف غالية. وسط سعر البي سي آر حاليا في مخابر التحاليل الطبية ما بين 12 و 15 ألف دينار جزائري. وباش نوضحوا مع أن هذا السعر ما نقولوش في متناول الجميع، هذا السعر ما هوش في متناول المواطن، هو يقارب السميق. نقابة مخابر التحاليل الطبية ترجع سبب ارتفاع تكاليف تحاليل البي سي آر إلى كونها تقنية جديدة تستوجب استثمارا في المجال، مشيرة إلى أن السعر الحالي يقارب الحد الأدنى للأجر القاعدي. للأسف احنا كأخصائيين وكممارسين في الصحة العمومية منذ أكثر من 30 سنة، المشكل هو المشكل في التعويض نتاع المواطن، مش المشكل في السعر. توفر تقنيات تحليل الكشف عن فيروس كورونا وأسعاره المرتفعة لا زال يصنع الجدل، فبين مطالب خفض الأسعار وضغط المستشفيات يجد المواطن البسيط نفسه ضحية بزنسة التجارة الموسمية.